بعد الاستيلاء على ليسيتشانسك، يركز العدو الروسي جهوده نحو إقليم دانيتسك، وبات على بعد 10 كيلومترات من سلافيانسك التي تحولت لمدينة مواجهة. في حين تؤكد الإدارة العسكرية فيها أنه على الرغم من مواصلة القوات الروسية قصفها المدفعي والجوي، إلا أنها لم تحرز أي تقدم يذكر. في اتجاه كراماتورسك، قصف العدو بالمدفعيات والدبابات منطقتي بيلاهاروفكا وفيرخنا كامينسكاي، وشن غارة جوية بالقرب من تاتيانوفكا، ونجح الجنود الأوكرانيون في صد هجوم العدو في قرية بيلاهاروفكا، كما أجبر المدافعون الأوكرانيون العدو على التراجع بعد شنه هجوما في اتجاه محطة أوهليغورسك الحرارية. تشن القوات الروسية باستمرار هجمات صاروخية على خاركيف، وخصوصا على مناطق تشوهويفسكي وخاركيفسكي وبوغداخوفسكي وإيزومسكي، إلا أن الجيش الأوكراني صامد في موقعه ويكبد العدو خسائر فادحة في العتاد والأرواح. نحن نحقق أيضا تقدما في اتجاه إيزيوم، دمرنا مستودع ذخيرة روسي آخر. نحن نثق بقدرات القوات الأوكرانية التي تقربنا من النصر كل يوم. أنشأت القوات الأوكرانية خطوطا دفاعية جديدة شرق البلاد استعدادا للمرحلة التالية من الحرب، وقد تمكنت من الخروج من ميليسيتشانسك دون خسائر. دفعت القوات الأوكرانية عن المنطقة لمدة 4 أشهر، ومنعت العدو من تركيز قواته في اتجاهات أخرى. وفقا لرئيس الإدارة العسكرية في إقليم لوهانسك سيرجي هايداي، فإن هدف روسيا ليس الاستيلاء على دنباس فحسب، بل على أوكرانيا بأكملها. أفشلت جميع المخططات في إقليمي دانيتسك ولوهانسك. كانت هناك خطة لتشكيل طوق كبير يصل إلى دنيبرو، إضافة إلى خطة أخرى تقضي بتطويق كراماتورسك، وأيضا أفشلنا خطة لتطويق قواتنا من جهة باباسنايا وليسيتشانسك. لم يحقق المحتلون أي منها، لكننا في الحقيقة ما زلنا لا نملك أسلحة طويلة المدى بشكل كاف. تتوقع الاستخبارات الأوكرانية حدوث نقطة التحول في الحرب في أغسطس المقبل، وترجح الانتهاء من العمليات القتالية وإعادة جميع الأراضي بالكامل خلال العام المقبل. سنستعيد جميع أراضينا بحدود العام 1991، وسيكون هذا نهاية لكل هذه المغامرة التي قامت بها روسيا. نفترض خفض حدة الأعمال القتالية مع نهاية هذا العام، لكن هذه ليست نهاية الحرب بعد، ومن الضروري أن نعي ذلك بشكل جيد. صواريخ روسية وقذائف هاون أطلقت على إقليم سومي، ما أسفر عن تدمير إحدى المدارس وإصابة 6 أشخاص. في الصباح سقطت قذيفة على مدينة ميكالايف، هرع رجال الإنقاذ إلى الموقع ولم يبلغ عن سقوط ضحايا. كما تعرض سكان إقليم دانيتسك لقصف روسي، وذلك في الوقت الذي اصطف فيه الناس لتعبئة مياه الشرب، وقد تمكن فريق صحفي فرنسي كان يعمل في المنطقة من توثيق القصف. تم إطلاق 7 صواريخ على مدينة دنيبرو وإقليمها، أسقطت 6 منها دون وقوع إصابات. في إقليم كريفويري قصف العدو مناطق زينينادلسك وأباستالوفسكا وشيروكوفسكا، وفي قرية شيسترنيا كما تضررت مدرسة وروضة أطفال بشكل جزئي في قرية فيليكا كاستروما. وفقا لتقارير الأمم المتحدة، فقد تضرر 4809 من بدني بجدار الروسي الشامل لإسرائيل. ثلاث سفن حربية روسية في البحر الأسود مجهزة بصواريخ كاليبر ومستعدة لقصف المدن الأوكرانية.